بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين. إذن الآن مع مثال آخر حول البرهان بالترجمة. في هذا المثال لدينا السؤال التالي: بين أن 1 ناقص 2 أس جوج زائد 3 ناقص 4 زائد 5 أس جوج زائد إلى غير ذلك، حتى ناقص 1 في أن أس 2 تساوي ناقص 1 أس ناقص 1 في 1 إلى غير ذلك. أنا نضيف واحد الملاحظة هنا، كتب أنا الملاحظات في السؤال اللي قبل من هذا التمرين. هذا كان نوع السؤال بين أن 1 زائد 2 زائد حتى الآن، ونطلع النقاط حتى الآن، كتساوي أن في أن زائد 1 على 2. علاش أنا خديت هذه الملاحظة بالاعتبار؟ لأنني لو كان ما غاديش نستعمل هذا السؤال اللي قبل من هذا في التمرين، كيف كان مطروح في الورقة، راه غادي ندير البرهان ترجع جوج المرات، غادي نحاول نبرهن وغنلقى واحد التعبير ما واضحش، وغادي نستعمل عاود البرهان ترجع مرة أخرى باش نعبر على باش نبرهن على ذاك التعبير، متفقين؟ ولهذا أنا فضلت أننا نستعملو هذا البرهان اللي ديجا درناه باش ما نبقاوش نستعملو برهان ترجع جوج المرات في وسط التمرين واحد، ياك؟ ألور وشنو المعنى ديال هذا؟ يعني إلا كان عندي هذا الشيء هذا، يعني نبين أن باش نبينو هذا، غنبينو أن مهما كان أن كينتمي الأن إطوال، 1 ناقص 2 أس 2 زائد ناقص زائد ناقص حتى كتوصل ناقص 1 أس أن ناقص 1 في أن أس 2 تساوي ناقص 1 أس أن ناقص 1 في هنا. ما نديرش هذا، غندير هذا، لأن هذا هو هذا، ياك؟ ألور أن في أن زائد 1 على 2. مزيان. ألور باش نبينو هاد الشيء هذا، من أجل أن تساوي أول حد عندنا أن إطوال، يعني أول حد هو الواحد، لاباش أن إطوال الصفر كنحيدو، ياك؟ لدينا ألور من أجل أن يساوي 1، لدينا إلا عوضنا أن بالواحد فين غنوقفو؟ 1 ناقص 1 هو 0. حنا غادي نديرو لدينا ناقص 1 أس 1 ناقص 1 هي 0 في 1 أس 2، اش كتساوي؟ هي تساوي 1، لأن ناقص 1 أس 0 هي 1، في 1 هي 1، ياك؟ الطرف الآخر غنسميو هادي ناقص 1 أس 1 ناقص 1، يعني أس 0، هي تولي ناقص 1 هي أس 0، في هنا غتولي 1 في 1 زائد 1، يعني 2 مور 1 هي في 1 زائد 1 على 2، يعني هنايا 1 2 على 2 هي 1، فهادي 1، دونك هادي متساوية، أي العبارة صحيحة، وغنديرها الصاد كما كتبوها صحيحة، من أجل أن، من أجل غندير الألف، أن تساوي 1، لأن باش يكفينا البلاصة لحقاش طويل هادشي هذا، إذا العبارة صحيحة من أجل أن تساوي 1، تفقي. الخطوة الثانية دائما في البرهان الترجع، نفترض أن العبارة صحيحة من أجل أن، يعني عبارة صحيحة من أجل أن، يعني هذا الشيء صحيح اللي بغيت نبينه صحيح، يعني 1 ناقص 2 أس 2 زائد حتى كتوصل ناقص 1 أس أن ناقص 1 في أن أس 2 كيساوي ناقص 1 أس أن ناقص 1 في أن أن زائد 1 على 2، ياك؟ دونك هذا هو الافتراض نتاعي. ثم نبين أن الخطوة الثالثة في البرهان الترجع اللي كاينة، أن العبارة صحيحة من أجل أن زائد 1، شنو هي العبارة صحيحة من أكتب نتاعي؟ نفترض أن، عفوا، نبين أن العبارة صحيحة من أجل أن زائد 1، يعني خصني نبين أن 1 ناقص 2 أس 2 زائد هاد الشيء هذا ناقص 1 أس أن ناقص 1 في أن أس 2 زائد، كتزيد خطوة واحدة، لأن من أجل أن زائد 1 كتزيد خطوة واحدة، يعني تولي ناقص 1 أس أن ناقص 1 زائد 1 هي أن في أن زائد 1 أس 2، يعني بحال اللي زدت 1 للتالي نتاع أن زائد 1، هي هادي كاملة وزدت عليها أن زائد 1، ياك؟ مزيان. تساوي واش خصني نبين؟ تساوي أن ناقص 1 أس أن زائد 1 ناقص 1 تولي لي أن مضروبة في أن هي أن زائد 1، هنا أن زائد 1 هي أن زائد 1 زائد 1، يعني أن زائد 2 على 2، يعني خصني نبين هاد الشيء، متفقين؟ ألور نبداو نخدمو على بركة الله. ألور لدينا هذا
اكتبها واحد ناقص زوج أس زوج زائد زائد ناقص واحد أس أن ناقص واحد في أن أس اثنان زائد ناقص واحد أس أن في أن زائد واحد أس زوج تساوي. ألوغ هاد لو تيرم هذا بالافتراض هذا هو هذا كنقدر نعوضو بهذا تفقيل. ألوغ شنو غتولي؟ ناقص واحد أس أن ناقص واحد في أن في أن زائد واحد على زوج تفقيل. هادي عوضت ليها هادي دونك نمشيو على هادي زائد ناقص واحد أس أن ان زائد واحد وسيدنا تفقيل تساوي. المهم هذه تساوي هنا الله يرضي عليكم. شوف معايا زيد الا خرجت واحد الناقص على برا نقدر ندير خرج ناقص على برا. المهم هذه غنقسمها يا باش تفهموا وين جبتها. ناقص واحد اس ان ناقص واحد اش كتساوي؟ كتساوي ان ناقص واحد اس ان على ناقص واحد ياك هي ناقص واحد أس أن على ناقص واحد. وهذه هاد الناقص يطلع غتولي لي ناقص ناقص واحد أس أن. هاد الناقص يطلع تولي ناقص واحد أس أن ياك. دونك شنو تولي؟ غتولي ناقص واحد أس عفوا سمعوني هادي تخرج ناقص على برا منا تولي ناقص واحد أس أن ياك في أن في أن زائد واحد على زوج زائد. علاش أنا بغيت أن أس أن باش نعمم ان هنايا خصني نبين ان عندي ناقص واحد اس ان ياك. دائما كندير بين عيني داك لوبجيكتيف نتاعي فين باغي نوصل في ان زائد واحد اس اثنان ياك. الوغ الى عملت بهذا هذا ناقص ان ناقص واحد اس ان عفوا وشنو تبقى لي هنا؟ تبقى لي هنايا هادي ان زائد واحد اس اثنان ياك. وهنا هاد الناقص ما تنساوهاش هنايا ان في ان زائد واحد على زوج ياك. غادي نفوت هنا ديريكت تساوي ناقص واحد أس أن هنا في هذه غادي نعمل على بأن زائد واحد نعملها أن زائد واحد وأن زائد واحد أن زائد واحد ياك في شنو تبقى لي هنا؟ تبقى أن زائد واحد ناقص هنا تبقى أن على جوج تفقين. ألوغ تساوي ناقص واحد أس أن في شنو باين داكشي هو راه باين في ان زائد واحد في هنايا غادي نوحد المقام هنا تولي زوج ان زائد جوج ناقص ان تساوي ناقص واحد اس ان في ان زائد واحد في هذه زوج ان ناقص ان هي ان زائد جوج على زوج هذا على زوج نقدر ندير بحال هكا على جوج تفقين مزيان. اذا واش وصلت ولا ما وصلتش لوبجيكتيف نتاعي؟ وصلت ولا ما وصلتلوش؟ ها هو شتو هو اذا العباره صحيحه من اجل كتبها راه كاع مدبوزه اسمع واش كنقول من اجل ان زائد واحد ياك. وحسب البرهان بالترجح نستنتج ان العباره صحيحه من أجل أن نستنتج أن العبارة صحيحة من أجل أن وكتب ديك العبارة وتقول إذن وكتب الجواب إذن هذا الشيء اللي طلبتو مني ها هو التالي كيتكمل كيتكمل هذا الشيء هذا غادي دير إذن وتكتب هذا السطر إذن ها الجواب إذن ها هو الجواب صحيح. إلا ذلك مرة أخرى ملي تكون خدام في البرهان الترجع كتوصل لواحد الحاجه اللي ماشي هي لوبجيكتيف نتاعك كتحاول تغير الصيغه تغير الكتابه او لا تستعمل برهان الترجع مره اخرى والله يوفقك.